أعلنت المملكة عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE، الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي، استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار حقبة التغيير، المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل. نتابع. طلب رسمي من المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي، معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار حقبة التغيير، المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل، لتتزامن استضافة المعرض العالمي مع عام تحتفل فيه المملكة بتتويج جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات الرؤية. وتسعى المملكة إلى تقديم أحدث الإنجازات والتقنيات والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة ونشر العلوم والتقنية، وإتاحة الفرصة للبلدان التي تقدم العطاءات لأول مرة لتنظيم معرض إكسبو العالمي الذي يعزز الدور الموقر للمكتب الدولي للمعارض كمنصة للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور. سيشكل إكسبو 2030 فرصة مميزة لمشاركة العالم دروسنا ونتائج جهودنا المرتبطة بهذا التحول غير المسبوق الذي أنتجته الرؤية، والتي تمثل إطاراً استراتيجياً يهدف لتقليص اعتماد المملكة على النفط ودفع التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة في وقت يعيش فيه العالم حقبة من التغيير ويواجه حاجة غير مسبوقة لتكاتف الإنسانية في ظل تحديات التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة والعدالة الاجتماعية. وتنضم إلينا من الرياض الكاتبة الصحفية فدوى البواردي. مساء الخير أستاذة فدوى، أهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية أستاذة فدوى، يعني كيف ترين طلب المملكة بالتأكيد باستضافة معرض إكسبو 2030؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة. طبعا المملكة أعلنت تقدمها الطلب رسمي للمكتب الدولي للمعارض BIE، وهو الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي، من أجل استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض بإذن الله تحت شعار حقبة التغيير، المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل. بداية أنا حابة أوضح إيش هي أهمية معرض إكسبو. معرض إكسبو يعد أحد أضخم التجمعات الثقافية في العالم، يعني توصل مساحة تبلغ أكثر من 4 كيلو متر مربع، وهو يشكل وجهة للابتكار والإلهام والإبداع من خلال الفعاليات الثقافية المختلفة، من خلال ريادة التنوع المعماري، الأفكار الهندسية، الأبنية المستقبلية، التقنيات الرقمية، التصميم، الاحتفالات، التجارب الاستكشافية والأنشطة المختلفة. وهذا أكيد يعزز كثير جدا من المجال الثقافي والمجال التقني والمجال السياحي أيضا، وهذا بجميعه يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد. يعني مثلا هذا العام في إكسبو هذا العام كان يوجد أكثر من 192 دولة مشاركة في معرض إكسبو، وكان يوجد مئات الأجنحة، حوالي 200 جناح، ومتوقع وجود ملايين الزوار لهذا المعرض من مختلف أنحاء العالم، هذا في دولة الإمارات، ومن ممكن الوصول إلى حوالي 25 مليون زائر خلال إقامة معرض إكسبو. فبالتالي لما المملكة العربية السعودية تستضيف المعرض هذا، ممكن أن يكون في ارتفاع كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ممكن العوائد المتوقعة توصل إلى 14 أو 15 مليار جنيه استرليني كإيرادات إضافية للمملكة. كمان معرض إكسبو يركز عادة على محاور أساسية كثيرة من أجل وضع تصور لمستقبل العالم، ويقدم حلول وابتكارات وأفكار تقنية وثقافية، ويدعم تحقيق طموحات شعوب العالم وإيجاد آليات وطرق أكثر فاعلية للتعامل الدولي والتعاون الدولي المشترك نحو غد أفضل للجميع. فبإذن الله أنا أتوقع أنه في عام 2030 سوف يكون دور كبير للابتكارات، سواء الابتكارات التقنية، الريادة التقنية بالمملكة العربية السعودية، خاصة أنه أنا بنفسي قمت بزيارة لمعرض إكسبو في دبي السنة هذه، وما شاء الله تبارك الله، يعني قمت بزيارة الجناح المملكة، وجناح المملكة يعني أبهرني وأبهر جميع الزوار.
يعني من خلال الاستراتيجيات المستخدمة في التصميم في البناء، يعني فاز الجناح بأكثر من جائزة. كمان تقريبا الانبهار الزوار، يعني وصل إلى أنه بلغ عدد الزوار لجناح المملكة تقريبا 17 ألف زائر في اليوم، يعني ما يقارب من نحو 1000 زائر في الساعة، وهذا رقم قياسي كان في معرض دبي. والجناح المملكة حصل على جوائز كثيرة منها شهادة الريادة اللاتينية. طيب أستاذ فدوى، أنت ذكرت نقاط مهمة وذكرت أهم المحاور التي دائما تكون في معرض إكسبو الدولي، ولكن الاستضافة ستكون تحت شعار حقبة التغيير، واللي هو المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل. على ماذا يدل هذا الشعار؟ هذا الشعار يدل على تفكير المملكة الحالي من أجل اقتصاد أخضر، من أجل الاستثمارات في حماية البيئة، من أجل الاستثمارات في الطاقة المتجددة، الطاقة المستدامة، من أجل تحسين جودة الحياة للسكان. الآن المملكة لها دور ريادي في العالم من خلال المؤتمرات الدولية والمنتديات الدولية، من أجل المشاركة مع العالم في الوصول لحلول تقضي على على التلوث في البيئة، على المبادرة السعودية الخضراء وغيرها. فأنا أرى أنه بوصولنا إن شاء الله إلى عام 2030 ممكن يكون في مبادرات حتى بالفضاء، يعني مو أنه فقط المبادرات الحالية، لأن كل عام المملكة العربية السعودية تطرح المزيد من المبادرات والابتكارات. نعم، كانت معنا الكاتبة الصحفية فدوى البواردي، شكرا جزيلا لك أستاذة فدوى.